وخلوا كفه العداله متساويه، لان احنا داخلين في المرحله الجايه داخلين في مراحل صعبه. تمام. عناصر اللعبه نفسها بقى، المباراه اللي فاتت اللي كانت بتلعب على استاد الكليه الحربيه، التصريحات اللي نزلت في بعض المواقع، احد اللاعبين الاجانب في احدى الانديه اللي في المركز الثاني او في الوصيف، انا ما بحبش اقول اسامي، تصريحات نزلت في الجرايد وفي كل المواقع. انت المفروض هنا اتحاد الكره كنت تعمل ايه؟ تستدعي اللاعب، هل التصريحات دي صحيحه ولا غير صحيحه، وتستند الى اي شيء من الموقع لنشر هذا التصريح، التصريحات دي صح ولا غلط، ده دورك انت هنا. لان في تصريحات بتنزل في بعض المواقع وفي بعض الصحف، وفي تصريحات صوت وصوره انت بتسمعها بودنك بس بتعمل نفسك مش شايف. ليه؟ ده الاسباب كتير. وبالمناسبه عمر الرياضه ما كان فيها حصانه، عمر الرياضه ما كان فيها حصانه. شوفوا الاتحاد الدولي بيحصل فيه ايه، شوف جياني انفانتينو في التوقيت ده بيحصل فيه ايه، عمر الرياضه ما كان فيها حصانه. ركزوا على العنوان ده لان الكلام ده مهم جدا بالنسبه للمرحله الجايه. وانا قلت لكم بالنسبه للمرحله دي انت في معركه او في حرب تكسير عظام، وانت داخل على معترك نهائي افريقيا او نصف نهائي افريقيا ان شاء الله. فالمرحله دي جمهور النادي الاهلي ايه الحمد لله فاهم جدا وواعي جدا، وعمر جمهور الاهلي ما كان لجنه او لجان او كتايب. اللي بيشتغل بطريقه اللجان والكتايب هو اللي عارف المعنى فبيكتبه فبيوصفه، لكن جمهور النادي الاهلي عارف مصلحه ناديه وما بيدافعش عن شخص. جمهور الاهلي بيدافع عن النادي الاهلي لانه عارف كويس جدا ان الاعلام الحالي ما بقاش اعلام موضوعي. الاعلام الحالي او معظمه اللي ظاهر كان بيشتغل في اعلام احد الانديه، فطبيعي لما ياخد اتجاه واخد اتجاه لانه سكريبت متحدد ليه ايه سكته وايه اللي هيقوله. فحرب تكسير العظام اللي احنا بنواجهها في الفتره الحاليه احنا ابدا ما هنكون رد فعل ولا هنبقى فعل، احنا هنركز في شغلنا وهنركز مع فرقه الكوره، ولو عندنا اخطاء وفي اخطاء لازم نعمل جرس انذار للمرحله الجايه عشان نعالج اخطائنا. ممكن يكون في اخطاء، وفي الوارد ممكن يكون في اخطاء ولازم تتصلح ولازم تتعالج، لكن في النهايه لازم تحط الثقه في صفوف اللعيبه، ولازم تضع الثقه بين الجهاز الفني واللعيبه عشان المرحله الجايه. انت في مرحله حسم، بقول لكم انتوا قدام 30 يوم مرحله حسم، حسم الدوري ومباراه الوداد البيضاوي المغربي. صدقوني والله الحصاد الموسم ده كله في الشهر ده، فخدوا بالكم كويس قوي، لان لو هنعمل مقارنه ما بين الاعلام الموضوع اللي بيشوف اخطاء الاهلي باخطاء الوصيف او المركز الثاني، لا 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 مفيش مقارنه. يعني عمر الاهلي ما تحول لجنه انضباط في الاتحاد الدولي ولا توقف له قيد، هل في اعلام طلع يتكلم على الموضوع ده لما قبل كده استنف على المحكمه الرياضيه؟ هل الاهلي توقف له قيد في الاتحاد الدولي؟ هل الاهلي توقف له قيد وتحول لجنه انضباط في الاتحاد الدولي؟ هل في اعلام ناقش الموضوع ده؟ لا، يناقش موضوع ثاني، موضوع رمضان صبحي، لعيب هرب وخد حكم بغرامه، هل اعلام يناقش الموضوع ده؟ لا ما يناقش الموضوع ده، يناقش موضوع وليد سليمان. تخيلوا يعني يناقش موضوع وليد سليمان، بتبقى عندك حاجات واضحه وصريحه وقرارات ومواقف واضحه، لكن الاعلام مش موضوعي فما يناقشهاش، لازم يصدر لك المشكله والخطا.